كنشكروا هاد الناس اللي جاو لعنا، الصحفي اللي جا لعنا، وكنشكروا هاد القناة اللي جات لعنا باش تشوف هاد الأضرار ديالنا اللي احنا في المعاناة فيها. السكن اللي هو أساسي راه غادي يطيح علينا، عندنا الانهيار بعد سابقا راه مصور، وعندنا الأضرار بزاف ديال الوسخ وديال القرنايه حدانا، راه عامره بالحوت، راه شافها السيد وراه كلشي مصور، وكانوا مضرين من الريحه ديال، عندي الولد مريض وعندي البنيته الصغيره دوزنا لها وعاود دوزنا هربنا بها بلابيلانس، وهذا الشيء كتشهد عليه السلطه، ومرضنا بهاد الريحه، ومني كيسخن الحال كثار كثار وكثار. ودابا اللي عندنا مهم، وهو السكن خص يبنيو لنا هاد الناس، هادو داروا معنا السكن، يبنيو لنا لنا، راه حنا باينين غير بالمسوس، خص يشوف بنادم بواحد العين عين الاعتبار، راه حنا باينين بالمسوس، والمسوس غير كطيح عليه ما مجونط ما والو، غير كطيح عليه الشتا كيهود، وراه هودونا راه كلشي مصور، راه هودونا الحيوطه ديال الدار، وراه حنا كنزينو غير هود علينا السكن اللي ساكنين فيه كاع، راه حتى هو راه كلشي مشقوق، كلشي مدقدق، كلشي قديم وغير البرارك. وكنطلبوا من هاد الناس هادو الله يجازيهم بخير يديروا معنا حل، راه نساونا عيينا بالشكايات، عيينا بكلشي، البلاد عوضوها لنا والسكن باقي. دابا المشكل ديال السكن على متى نهضروا، وراه حنا في السوق الاسبوعي فين ما تعمر علينا السوق، والا حنا في المعاناه فين ما تعمر علينا السوق وحنا في المعاناه، وحيدوا لنا الزروبه، بقينا مفرعين للسوق، حيدوا لنا الزرب راه كان فيه الصبار وبشهود راه صوروه هما بيديهم ولاحوه، حيدوا الزروبه، ولينا كنزربوا منا وجديد، ها الزرب جديد ولينا كنزربوه عاوتاني منا وجديد، راه مازال ما وصلنا حتى شي حاجه، وكيهجم علينا بنادم اعطيني نشرب اعطيني هادي، كيطيروا لنا داونا المجمر من حدا الدار من هنايا، داونا بزاف ديال الصوالح، ما نقدرش نحصل لك بشحال مشانا، لان راه 7 سنين هادي ولا 8 سنين ولا 9 سنين من 2013 اللي درنا معاهم العقد، وراه مازال لحد الان ما كاين، قدروا معنا مع بدايه الاشغال، ها الوثيقه راه كاينه مع بدايه الاشغال، دابا فنهايه الاشغال تنهات، ودابا راه 8 سنين ولا 9 سنين هذه، وحنا مازالين في هذه الاوساخ، وضرينا كانت ضروره، راه الضروره الكبيره هي الحيوط، غادي يطيحوا علينا مبنيين بالمسوس وغادي يطيحوا علينا. المتضررين اللي متواجدين في السوق الاسبوعي ديال ايت حرز الله ايت بوبيدمان، جاو عندنا هاد الناس كنشكروهم بعدا اولا على هاد المجهود اللي داروا معنا، جاو لعندنا وحنا عينا ما نشكيو، ما كاينش اللي داها فينا حتى لعندهم هما، كنشكروهم بزاف. والمهم الموضوع ديالنا هو على اساس هاد الحاله اللي رحنا فيها هنايا، وهاد الناس هادو كانوا عقدوا معنا من قبل بانهم غادي يعوضوا لينا، وداك الشيء في اول بدايه الاشغال داروا معنا في بدايه الاشغال يعوضوا لينا، ومن بعد داكشي ما كاين حتى شي حاجه، عينا ما نشكيو 8 سنين ولا 9 سنين دابا، اللي تكون يقدر تكون 9 سنين تكون 9 سنين دابا اللي غادي تكون، باش داروا معنا يبنيو لنا ويخرجونا من هذه الحاله هذه اللي رحنا فيها، ما كاينش اللي داها فينا. من ذاك الوقت كنشكيو كنمشيو، جاو كي تبدلوا القياد، جا قائد جديد، وجا عندنا في التالي هذا فاش بدا الوباء ديال كورونا، جا عندنا وشاف هذه الحاله وريتو المحالات، ودار من هنا دار من ليه، شاف كل شيء اللي كاين، عندنا 3 ديال السكان هنايا، جا شاف هادشي قال غادي نعوضوا لكم، جاو عطيونا الوثائق وداكشي، وعطيناه الوريقات اللي بغا، صوبنا معاهم داكشي، مشاو عاوتاني ما سولوش فينا، كنمشيو عندهم تيقول لك من بعد ونشوفوا من بعد ونشوفوا. اي نعم حنا ملينا من هاد الحياه هادي، والارض ديالنا هادي اللي مشات داوها النيت، داروا فيها السوق، عقدوا معنا على حساب بان يعوضوا لنا هذا البلاد والدار، دابا عوضوا لنا غير البلاد، البلاد عطاونا البلاد الفوق، مقابل البلاد عطاونا البلاد، ولكن منين جينا السكنة هما خلونا هنايا، السكنة دابا هي الأساس عندنا، كانت كرفسو كانت مرتو، جا البرد فينا الشتا فينا، وحنا ولينا مطرح النفايات هاد الباعة المتجولين، الأزبال الوسخ فين ما كان شي عفن، ولينا حنا هما حنا الناس كيحاربوا هاد الشيء هذا، مناش كيجي هاد الوباء وهاد الروينة هادي اللي دابا راه نايض عليها العالم مرون بها.
راه حنايا دابا هنا معرضين لهذا الخطر هذا، حنا راه كنعيشوا هذه المعاناه الله يلعن بينا، كنداوي وكل شيء والو مازال حاله يورث لها الله اللي علمو مطلع بينا. دابا هما الناس جاو كيشوفوا هذه الحاله هذه اللي ما بغاوش هاد الناس ديال الجماعه اللي راهم حدانا وما جاوش عندنا يشوفوا حالتنا وكنشكيو، وحنا راه دابا مهددين مهددين اللي انهيار، المحلات كلهم مهددين اللي انهيار، هما كيطيحوا كل شيء كيطيح علينا، كل شيء كيطيح، عينا نشكيو والمرض مرضنا. ايوا لا اله الا الله، هذا هو الجهد وصافي، ما لا اله الا الله، ما لقينا ما نديروا. الله يهديهم، كنطلبوا منهم الله يهديهم يديروا معنا شي حل. دابا حنايا ما ماشي غادي ضدهم، حنا غاديين معاهم نشوف من حالتنا. الله يرحم الوالدين، رحنا لين هيار علينا، البرد فينا، العجاج فينا، الشتا فينا، تحيد حتى الزرب اللي كان مدرقنا من صحاب السوق واللي جا كيدخل علينا. انا منين الطريق؟ راجلي اللي سنيالهم وهما دابا ما داروا والو، قال كيبنيو لنا ما بناو لنا، ما خلاونا في هاد الخنزه، الحوت، الدجاج، تحيد اللوز، تحيد الزيتون، تحيد كل شيء، جابوا الهرامه بقاو كيكرفسوا فينا، وحنايا ما داروا والو، غنبنيو لكم، غتخرجوا نوضوا تخرجوا، توريناهم الوراق عاد هداو علينا، قلنا لهم ها الوراق باش غادي يبنيو لنا، ما نخرجوش حتى تبنيو لنا. ايوا دابا عاد كنطلبوا من الله المخزن يبني لنا. راه حنايا في الضيعه ولا طاح علينا الردم، راه حنا علمنا، احنا علمنا المسؤولين الا متنا بالردم، راه الردم وحنا عايشين باقيين غير بالغيس والطوب وغير البرارك وغير ميكا، وراه حنايا سيدي في المعاناه. الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالتنا، راه حنايا منا السوق والشفاره وهذا، وراه حنا كنعانيو كنعانيو. الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالتنا.